السلام عليكم. بالنسبة لحالات التشنجات على فترات متباعدة، الحيوان بيسقط في الأرض زي الحل قدامنا دي وبيبدأ يتشنج، يحصل له حالة من التشنجات والفك بيكون متصلب، ممكن يكون في رغوة بسيطة أو لا يكون. الحالة دي بتكون عبارة عن نقص مغنيسيوم، بيحصل تشنجات وبعد كده الحيوان بعد دقيقة من التشنجات أو دقيقة ونصف بالحيوان بيرجع لطبيعته وياكل ويشرب، ولكن لما يستثار عصبيا يعني الحيوان يتخض فجأة أو الغنم كلها تيجي تجري في ناحية معينة، هو في الوقت ده ما بيتحكمش في أعصابه بيسقط على الأرض وبتبدأ تحصل له تشنجات، وبعد كده بعد فترة وجيزة بيقوم الحيوان ياكل ويشرب. ده نقص مغنيسيوم، وممكن الحيوان يكون واقف على رجليه خالص ولكن في اهتزازات وارتعاشات في رجليه مع تصلب الفكين. هنا بنحقن مغنيسيوم، ولكن حقن المغنيسيوم يفضل عبوات تحتوي على مغنيسيوم مع كالسيوم وفوسفور علشان يكون في توازن ما بينهم، والحيوان بيقوم مباشرة وبيكون بخير وبتتحسن صحته بعد فترة وجيزة جدا من الحقن.